في تحذيرات مهمة جدا أعلن عنها مركز معلومات المناخ بخصوص ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ده على المحاصيل الزراعية، ووجه نصائح للمزارعين لتفادي أي تداعيات سلبية على المحاصيل ممكن تؤثر على هذه المحاصيل. يا جماعة خليني أعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا يا فندم. صباح الخير أستاذة جمانة، أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير وسلامة. وحضرتك بخير يا فندم. يعني برضه خلينا نطمن السادة المشاهدين ونطمن المزارعين، إيه طبيعة المنخفض السطحي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على المحاصيل؟ هو طبعا يعني معروف إن فصل الربيع وفصل أصبح فصل متقلب بسبب تغير المناخ، وبالتالي هناك بعض الموجات أحيانا بتبقى صيف مبكر، كل فترة تيجي موجة تنتهي تيجي موجة تنتهي وهكذا. متوقع من ضمن هذه الموجات إن شاء الله ان في ارتفاع يعني مؤقت، هو ارتفاع كبير ولكن مؤقت، بكره الاربع بحوالي من 6-7 درجات، طبعا دي قيم كبيره في مثل هذا الوقت من السنه. هذا الارتفاع الكبير جاي برضو في توقيت مهم بالنسبه لمعظم الزراعات الموجوده، لان انا فعليا في ما يسمى بسره الموسم الزراعي، عندي محاصيل مهمه. كنا حضراتكم لسه بتتكلموا على محصول القمح، من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه جدا، واللي الحمد لله بدانا في موسم الخير، موسم الحصاد خلال الفترة اللي جاية. فأول نصيحة لكل مزارعي القمح الغاليين، إن يعني لو في حصاد بكرة للقمح المبكر أو القمح اللي مزروع في الظهير الصحراوي، يعني نتوقف عن الحصاد بكرة، لأن بكرة احتمال يكون فيه برضو مصاحب لارتفاع الحرارة الكبير، هيبقى فيه سرعات اللي هي هبات رياح نشطة وهي كمان جنوبية، يعني احتمال تكون محملة بالأتربة، وبالتالي هيبقى فيه مشكلة لموضوع الحصاد طبعا مع زيادة سرعات الرياح. حتى لو الناس اللي حصدوا والنهاردة يعني جامعات بكرة عايزين يعملوا حاجة اسمها الدراس، انه يدرس القمح، طبعا مع سرعات الرياح الهواء العالية اتمنى ان هم يأجلوا العملية ديت ليوم الخميس بالنسبة للوجه البحري، وليوم الجمعة بالنسبة للوجه القبلي او يوم السبت، لان الحركة كلها والارتفاع كمان هيستمر معنا في الوجه القبلي ليوم الخميس. دي اول نصيحة مهمة جدا. النصيحة الثانية طبعا، ودي نصيحة برضو مهمة لباقي التراكيب المحصولية، انا بتكلم على ان انا في مرحلة مهمة جدا جدا لمحصول الفاكهة، المانجا والزيتون والنخيل والتين والبرقوق، كل الفاكهة والموالح كمان في موسم التزهير وموسم العقد، فدي فترة حساسة جدا، عشان كده دايما بتيجي في الربيع، الربيع فصل معتدل، فهي الفترة دي بتيجي في الربيع. الربيع دلوقتي اصبح فصل متقلب، وبالتالي مهم جدا يكون في رية مهمة اليوم او بكره صباحا لمعظم هذه التراكيب المحصوليه اللي لم يكن في رايه حصلت خلال الايام اللي فاتوا. اتمنى ان يضيفوا مع الميه مركبات مهمه زي الفولفيك وغيره هم عارفينها، عشان يعمل استقرار لسريان العصار. النقطه الاهم بقى في الموضوع كله، ان مع الارتفاع الكبير في حراره النهار ما زال الجو بالليل يعني نقدر نقول ربيعي او مائل للبروده في الاماكن المفتوحه وفي مناطق الشمال، وبالتالي في هنا يعني ممكن يبقى فيه يعني ممكن ننخدع شويه في حراره النهار، فبرضه نخلي بالنا من طبيعه اللبس بالليل سواء مزارعين او غير مزارعين، دي نقطه مهمه يجب الحفاظ عليها. يعني دي اهم التوصيات للفتره دي، وان شاء الله الحمد لله ان هي موجه مؤقته جدا لمده يوم او يومين بالنسبه للصعيد، وبالتالي ان شاء الله مش متوقع ان يكون لها اضرار كبيره يعني. تمام. طب هل مثلا اللي ما يرويش بالنهار بسبب ارتفاع درجات الحراره ممكن يروي بالليل؟ دي معلومه كويسه بالنسبه للقمح المتاخر اللي باقي له رايه كمان. طبعا مع السرعات العاليه الرياح بيخافوا يروا القمح الرايه الاخيره عشان ما يحصلش حاجه اسمها رقاد، يوم يحصل مشكله للمحصول، وبالتالي سرعات الرياح هتهدأ نوعا ما الخميس في مناطق الصعيد، وهتهدأ يوم الجمعه نوعا ما برضو في بحري، وبالتالي ننصح اهالينا مزارعين القمح المتاخر المزروع بعد بداية ديسمبر أو بعد نص ديسمبر إنه يعمل رية على بعد الساعة 8 أو 9 مساء، وعلى حسب المنطقة طبعا، ومعانا تباع لغاية الفجر، ده مهم جدا عشان ما يحصلش موضوع الرقاد. طب ده ممكن يأثر على القمح في إيه موضوع الرقاد ده؟ طبعا هو المزارع عارف جدا، وبالمناسبة الحمد لله يعني بسبب توصيات وحدة الإنذار المبكر بوزارة الزراعة في مركز معلومات تغير المناخ، المزارع مش متعود يروي الراية الخامسة، الراية الأخيرة، مع إنها راية مهمة جدا للقمح، لأنها بتزود من أرداب بالاثنين، الأرداب ب 150 كيلو يعني رقم كبير، والأرداب بالدولة مسعرب ب 2000 جنيه السنة دي برضه رقم كبير، وبالتالي ما بيرضاش يروي الراية الأخيرة، بيخاف لا يحصل رقاد، يحصل رقاد القمح يعني الحبوب بتضمر نوعا ما، ولما يجي يحصد
بيحتاج كمان نفر او نفرين فيزود تكاليف الحصاد، لان القمح اللي رائد غير القمح القائم، القائم كمان ممكن كمان يحصده بالمكنه. ما تزود المشكله لو زودت تكاليف الحصاد، ما هي في الناحيه الثانيه هتزود له كام ارداب؟ لا مش هيزود ارداب، هو زود تكلفه فقط، كده كده المحصول الموجود موجود. هو المزارع برضو يعني ذكي قوي في حته التكلفه الاقتصاديه، ولكن احيانا بيكون مجبر، فهو يقول لك بدل ما ادفع واعمل واروح واجي مش هروي. طب انت هتخسر اردبين، بس في نفس الوقت اروي في المواعيد المحدده اللي بمركز معلومات تغير مناخ وزاره الزراعه بيقول لكم عليها، والحمد لله كتير من المزارعين ملتزمين. وعلى فكره يعني الانذار المبكر هو منظومه مهمه جدا في الزراعه، وبدات الدوله تهتم اهتمام كبير بيها على مستوى اكبر، وان شاء الله باذن الله قريبا هيغطي كل معلومات الانذار المبكر، تغطي مساحات كبيره من الاراضي المزارعه ان شاء الله. طيب دكتور محمد، يعني في هنا كمان نقطه مهمه قوي، فكره التواصل مع المزارعين، ايه اليات التواصل مع المزارعين وتعرفهم بكل هذه النقاط، يعني ان كان تغيرات المناخ، شرح كيفيه التعامل بشكل مناسب مع المحاصيل، ازاي بيتم التواصل معاهم؟ طيب تمام قوي كده. يعني اللي حضراتكم بتعملوه دلوقتي، ودي معروف على التلفزيون المصري والقناه الاولى وبرنامج حضراتكم، دي مسؤوليه مجتمعيه مهمه جدا. تخيلوا ان في ملايين المزارعين دلوقتي بيسمعوا التوصيات اللي احنا بنقولها، فدي احد الوسائل المهمه اللي المزارع بيعتمد عليها. الوسائل الثانيه، والمزارع اصبح في الوسائل ديت يعني بيشوف المعلومه وبيقدر يجيبها، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التطبيقات اللي وزاره الزراعه في تطبيق اسمه هدهد بينزل عليه كل هذه التوصيات، وبالتالي في مصادر كثيره لا تعتمد زي زمان على المرشد اللي بيلف في الغيطان. يعني الموضوع ده يعني مش هيوصل المعلومه. بس بجانب مواقع التواصل يا فندم، في طرق مباشره، يعني في طرق تواصل مباشر مع المزارعين؟ طبعا طبعا. ومع حياه كريمه في مراكز الخدمات الارشاديه الصحيحه الحديثه، قصدي في شاشات موجوده في الجمعيات الزراعيه، عشان كده حياه كريمه ما سابتش اي مجال من المجالات الا وطورته الحمد لله. فهذه المعلومات بتتنشر كمان للجمعيات الزراعيه الموجوده اللي تم انشائها فعليا، او بتوصل من خلال برضه ما زال بتوصل من خلال الارشاد الزراعي، وبتوصل من خلال الجمعيات الزراعيه، وبتوصل من خلال الادارات الزراعيه. حتى هذه اللحظه ما زالت بتوصل للمزارع، ولكن عشان ما بتوصلش لكل المزارعين، فاحنا بنعتمد اكتر على الوسائل الرقميه والالكترونيه، ودي سمه العصر دلوقتي، ان يعني هي الزراعه مش بعيده برضو عن التحول الرقمي وعن اللي بيحصل في الارشاد الالكتروني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات.